أصدقائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو المرة دي عن حريق هائل، حريق هائل في كريزي مول، كريزي مول اللي جنب فندق هيلتون رمادا اللي في سيدي بشر. نار ولعت بشدة وأتت رجال الإنقاذ لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. عن سبب الحريق لم يرد إلينا أي جديد، ولكن عندما يرد الجديد سنوافيكم بالتأكيد. لكن من الواضح ان في هناك خسائر كبيرة، وربنا يجيب العواقب سليمة وما تكونش خسائر فادحة. فابقوا معنا وانتظروا الجديد بهذا الصدد.